اهلا بكم في حلقه جديده من الامبيدد سيستمز توتوريال، اعداد مهندس كرولس رفعت. هنكمل النهارده الحلقه الثانيه من الاب داون كاونتر باستخدام 1/7 سيجمنت ديسبلاي، وهنستخدم النهارده البي سي دي ديكودر، وطبعا النهارده هنضيف افكار في البرمجه وبعض الاخطاء اللي بتقع فيها كمبرمج وبتعمل لك مشاكل في المشاريع الضخمه. وعشان تسمع حلقه النهارده لازم تكون سامع اول حلقه من الاب داون كاونتر، ودي اساسيه وهتلقى الرابط بتاعها اسفل الفيديو قبل ما تكمل الفيديو النهارده. هنستكمل الاب داون عندنا كاونتر باستخدام 1/7 سيجمنت. اللي يهمني هنا مش موضوع 7 سيجمنت واحده ولا موضوع اب داون، يهمني اللي هضيفه في البرمجه عشان اكتسب مهارات، لان بتظهر مشاكل في المشاريع الكبيره بسبب الاخطاء اللي بنشوفها، فعشان كده لازم تتابع معايا الفيديو للنهايه. احنا شرحنا في الفيديو السابق الاب داون كاونتر باستخدام 7 سيجمنت، وانا شرحت هنا توصيلته بالديكودر، والتوصيله كانت ان انا بوصله مباشرة على دي 0 لدي 3، دي البنات من A لغاية D، وكان معنا البزر برضو هنا، ومعنا الليد هنا، وكان معنا الاب داون اللي هو البنز عبارة عن 2 سويتش بول داون ريزيستور، وكان متصنع على البي 0 بي 1، وكنا بنعمل رن كده وبنعمل ادي الاب عندنا تمام، نعمل اب مثلا لغاية كام؟ 8. عند الضغطة 9 البزر لقط هيشتغل اهو بصوت واطي، طبعا انا مطي صوت الجهاز. لو اي ضغطة اضافية مش بيتأثر، ال 7 سيجمنت مش بتتأثر، والبزر بيفضل شغال برضو. عشان البزر يفصل لازم يبقى القيمة لا تساوي 9، يعني قيمة غير 9. هعمل داون، انا وبعمل داون هتلاقي الليد دايما طافية، هتنور عند الزيرو فقط. هنا بص كده ادي 1، اول ما اضغط ضغطة كمان الليد نورت وده نزل للزيرو. اي ضغط اضافيه هنا مش هتاثر عندي على 7 سيجمنت، وكمان الليد هتفضل شغال. الصراحه مش ده هدفي في الفيديو ده، هدفي ان انت بتعرض القيم على بورت دي تمام. طب في 4 بنز مع بورت دي هنا، هل معنى كده ما ينفعش استخدمهم نهائي؟ نفترض البروجكت بتاعي محتاج ان انا لازم استخدم الاربعه بن دول، اعمل ايه؟ ده الكود اللي احنا شرحناه الحلقه اللي فاتت، وفيها عرفنا الاب داون سويتش، وعرفنا البزر والليد، وقلنا ان بورت دي عباره عن ديسبلاي عندي، وعرفنا المتغيرات بتاعتنا، وعرفنا ان ديسبلاي بيساوي 0 ده قيمه انيشال، ان 7 سيجمنت هيبقى عليها 0. قلنا طول ما هنستخدم الديكودر يبقى الموضوع سهل، مش هستخدم الاري اللي خاصه بال 7 سيجمنت، مباشره هعرض القيمه مباشر. وقلنا هنا طول ما الاب انت هتضغط عليه وقيمه الكاونت اقل من 9، وخلي بالك انت عامل لوجيكال اند، هتزود الكاونتر عندك وخد قيمه الكاونتر اعرضه على الديسبلاي على طول اللي هو 7 سيجمنت، وطول ما الاب سويتش مضغوط عليه خليك واقف عشان ما يزودش الارقام عشوائي، خليك واقف لغايه ما تحرر السويتش. بعد تحريرك للسويتش هيبتدي يكمل، هل الداون مضغوط؟ لا ولا ايوه. خلي بالك كمان لازم يتحقق شرط ان الكاونت اكبر من 0، شرحنا الكود بالتفصيل في الفيديو السابق، فانا براجعه بسرعه مش بعيد. اول ما الداون بيساوي 1 نقص الداون، نقص الكاونتر، وخد الكاونتر اعرضه على ال 7 سيجمنت، وطول ما انت ضاغط على الداون خليك واقف في الخطوه دي. وطبعا لو الكاونت عندك بيساوي 0 نور الليد، غير كده اطفي الليد اللي خاصه بالامتي. طول ما الكاونت بيساوي 9 شغل البزر، وغير كده اطفي البزر، وجو تو لوب عشان اعمل انديليس لوب هنا. في نقطه مهمه هنا، اني ركز معايا كده، ان انت نفترض انا في هجيب ليد هنا، انا هعمل ستوب، هجيب ليد كده زي الليد اللي فوق كده، كوبي بلوك بيست، انا جبت ليد تانية هنا هوصلها على دي 7. المشكلة اللي هقولك عليها دلوقتي بتظهر مع الاوتبوت فقط، مش بتظهر مع الانبوت، بمعنى ان هنا عندك الديكودر متوصل على دي 0 لدي كام؟ لدي 3. باقي البنز لو متوصلة كانبوت مفيش اي مشكلة، اشتغل برنامجك عادي، لكن لو في بنز باقية سواء كانت بن واحده باقيه او كل البنز الباقيه اشتغلت على اوتبوت، هنا ممكن تبقى ليد، البن اللي بعدها موتور، البن اللي بعدها بزر تاني، وهكذا، ده هيعمل لك مشكله. هتفهم قصدي دلوقتي. يبقى احنا دي 7 عملت عليها ليد، انا عايز الليد دي تبقى شغاله على طول ما تطفيش. ركز معايا كده، هروح للكود هنا، هروح كده اخد دي كوبي كده عشان اعرف دي 7 فقط عليها ليد، هكتب هنا ليد زي ما انت شايف على دوت اف 7 تمام. يبقى ايه بورت دي دوت اف 7، يعني على البن رقم 8، لان العد بيبدا من 0 زي ما قلت.
هتيجي هنا كل الحاجات متعرفة زي ما هي، مفيش اختلاف. طول ما انت معرف تريس دي بيساوي زيرو يبقى انت معرفه كله كاوتبوت. طب في بعض البنس هتستخدمها كانبوت، يبقى مضطر تستخدم زيرو بي وتعرف الانبوتس وتعرف الاوتبوتس كل واحده مستقله بذاتها. طول ما هو كله اوتبوت مفيش مشكله، يبقى انا قلت تريس دي بيساوي زيرو عشان كله كاوتبوت. قلنا اذا كانت احد البنز هتشتغل كانبوت مش هياثر عندي على البرامج وعلى الهاردوير، هياثر لو باقي البنز غير الديكودر، غير الديكودر لو في بنز هنا هتستخدمها كاوتبوت اضافي عشان توصل عليها جهاز تاني، دي اللي هتتاثر. فلازم تراعي معايا طريقه البرمجه. هنا التريس دي بيساوي زيرو عرفتها كلها كاوتبوت، انت قلت ديسبلاي يساوي زيرو. انت اصلا ديسبلاي اللي هي الديكودر او السيفن سيجمنت متوصله على اول 4 بت، يعني اصلا البورت دي عباره عن يبدا من دي 7 عندك لغايه دي كام؟ لغايه دي زيرو، تمام؟ طيب انت اصلا الديكودر متوصل على اول 4 بت، يعني انت ادي ال 4 بت ناحيه الشمال وادي ال 4 بت ناحيه اليمين. اول 4 بت ناحيه اليمين دول خاص بايه؟ الديكودر، زي ما انت شايف هنا من الرسمه اهو، اول 4 بت ناحيه اليمين خاصين بالديكودر، تمام؟ فانت لما تقول له بورت دي او الديسبلاي بيساوي زيرو كده، انت هتاخد اول 4 بت من هنا هيتعرضوا على 7 سيجمنت، تمام؟ هيتعرض على 7 سيجمنت وقتها كام هنا؟ زيرو، تمام؟ طب الاربع ديجيتس الباقيين دول لو انت مش موصل عليهم هتبقى طافيه. يبقى معنى الكلام ده ان الليد هتبقى طافيه هنا، ليه؟ لان هي رقم 7، رقم 7 دي البت السبعه اهو، دي 7، تمام؟ فبالتالي هتبقى طافيه، تمام؟ فانا عايز انورها، يبقى اروح اقول له كده ليد بتساوي 7 بتساوي 1 عشان تنور، عشان اخليها منوره طول البرنامج. يبقى انا اديتها انيشال هتبقى منوره طول البرنامج. هل فعلا في الهاردوير هتفضل منوره على طول ولا لا؟ تعال بينا نشوف كده. هنعمل بيلت، نعمل بيلت هنا ونروح للكود بتاعنا. ركز معايا كده، تمام؟ اهو فعلا هي منوره هنا دلوقتي اهي، نورت، شايفها اهو نورت. وفعلا هنا على باقي البنات مطلع زيروز ومطلع 7 سيجمنت زيرو. طب تعال كده اضغط اب، داون، طفت. ليه طفت؟ رغم ان انا ما طفتهاش في الكود، انا ما ضفتهاش غير في الانيشال فوق فقط، طفت ليه؟ في حتة مهمة قبل ما اقول لك ليه، لو انت عملت استبدال الامر ده نقلته كده وخليته فوق ده، الليد مش هتنور خالص. ليه؟ لان انت بتقول دي 7 من بورت دي نورها، وارجع تاني اطفي البورت كله، يعني الليد هتنور؟ هتروح انت تطفي البورت، ديسبلاي بيساوي زيرو يعني هيعرض 8 زيروز، دي 7 هنا هتروح طافية في الخطوة اللي بعدها، يعني هي هتنور وبعد كده تطفي. عايز تتأكد هنحط امر ديلي عشان نعمل تشيك الكلام، ملي سكند 1000، يبقى انا حطيت ديلي ثانيه، تمام؟ تعال يبقى اللي ده هتنور 1 ثانيه، اول ما تقول ديسبلاي بيساوي زيرو ضمنيا دي كلمه ديسبلاي جواها الليد، فالليد هتطفي، تمام؟ طب انا عملت بلت كده، نعمل ستوب وران. بص كده منوره 1 ثانيه، طفت اهي، يعني نورت وبعد كده طفت، لان دخل في الامر الثاني خلى الديسبلاي بزيرو، فبالتالي بورتي دي كله بقي بزيروز. فعشان كده لما انا اتعامل مع الديكودر وباقي البنز هستخدمها كاوتبوت، يبقى اعرف مين؟ اعرف الديسبلاي الاول الخاص بالديكودر، واجي تاني اروح واخد الليد البيتس الباقيه او البنز الباقيه، البنز دي تبقى بعد تعريف الديسبلاي او السيفن سيجمنت وانور. انا عايز تفضل دي منوره طول البرنامج. نعمل رن تاني او بيلت تاني، نروح للبرنامج الاساسي، نعمل بيلت رن. بص كده فضلت منوره على طول. ليه؟ اول حاجه عرض على البورت دي كله صيروس، بعد كده راح منور الليد وهتفضل منوره على طول لان مش هتطفي، بشرط ان انت ما تضغطش على السويتشات، اول ما تضغط هتطفي. ليه؟ ركز معايا كده، ابتديت تضغط اب او داون هتطفي. ليه؟ لان اصلا عندك البورت دي، البورت دي في الاول في ايه؟ في القيمه دي، ركز معايا كده، معايا هنا في زيروز، رحت انت منور الليد، يبقى بورت دي بي في ايه؟ اول بت الخاصه بالليد ده 1 والباقي ايه؟ زيروز، تمام؟ ركز معايا كده، هنخش جوه هنا. انت في الاول الكاونت بزيرو، ضغطت على السويتش راح الكاونت بقي بكام؟ الكاونت عندك بقي بواحد. خد قيمه الكاونت دي اعرضها على الديسبلاي على بورت دي كله، فبالتالي في الحاله الاولانيه هيبقى ازاي؟ الكاونت كان زيرو بقي واحد، طب ما كلمه كاونت ده حطها على الديسبلاي، الديسبلاي دي يعني بورت دي كله، فيتعرض على البورت دي وقتها اربعه زيروز ناحيه الشمال، زيرو زيرو واحد. تقول لي يا باشمهندس طب الليد اللي هنا راحت فين؟
اقول لك الكاونت ده متغير، قيمته في الاول زيرو، لما عمل له بلس بلس بقيت واحد، هياخد الواحد ده يعرضه على بورت دي، ما الواحد بيكافئ كده باينري، هتروح اصلا ضمنيا يبقى دي 7 طفت. احل المشكله دي ازاي؟ تعال كده نرجع تاني، هتلقى هنا بص كده اهي منوره فعلا، اول ما تضغط كده على طول بيطفيها. طب اعمل اب برضو طافيه، داون بتبقى طافيه على طول مش بتشتغل. نحل المشكله دي ازاي؟ يبقى ضمنيا انا عايز احافظ على قيمه ان الكاون ده هيطلع على البورت دي، وفي نفس الوقت عايز احافظ على البت دي تبقى بواحد دايما. البت دي عشان انا مديها انيشال تبقى بواحد، انا عايزها تبقى بواحد على طول. اعمل ايه؟ يبقى اقول له ببساطه ده مش قيمه الكاونتر بعد ما انت زودته، ما تطلعوش على ديسبلاي بورت دي على طول، لا ده انا المفروض تعمل لي اور، تعمل لي اور هنا مع البت رقم 7 اللي قيمتها واحد. احنا خدنا في البيت وايس ازاي تعمل اور، فبالتالي البت 7 دي اتصفرت نتيجه المتغير كاونت هنا، لا ارجع تاني اعمل لها ست. يبقى اروح بين قيمه الكاونت الاصليه اللي كانت هنا قبل ما احطها على بورت دي اعمل لها اور مع القيمه دي. طب القيمه دي اجيبها ازاي؟ اروح اقول له هنا اور، اقول له كده اور، الاور بكتبها شيفت والزرار فوق انتر، اقول له 0 بي 1 عشان دي بت رقم 7، بعد كده هنا هكتب 7 زيروز. كده انا حفظت على البت مين؟ ان هي تبقى منوره. يبقى خد قيمه الكاونت بعد ما تزودها اعمل لها لي اور مع القيمه دي. طبعا ما ينفعش تعمل اور مع واحد فقط كده، لان واحد ضمنيا معناه بالباينري معناه كده 4 زيروز ناحيه الشمال وواحد ناحيه اليمين، هتلقاه اصلا هيخلي البت ناحيه اليمين زي ما هي ما يغيرهاش، فهيعمل لك مشكله. لا ده انا البت السبعه، البت السبعه عشان الليد على دي 7. تمام؟ طيب يعني انا كل شويه هكتب كده في الكود واشوف ترتيب البت دي فين واحطها. يبقى اجي تاني هنا انزل تحت برضو هنا، اجي في كاونت اعمل له اور مع القيمه دي قبل ايه؟ قبل ما يعرضها. يبقى لما هينقص الكاونت مباشره اقول له الحق اعمل اور مع القيمه دي اللي هي قيمه الليد رقم 7 عشان ما تطفهاش. نعمل بلت كده، هنروح للبروتوس هنجرب، بصوا كده ادي الليد منوره، ده الانيشال حلو. نعمل كاونت اب، يبقى 7 سيجمنت زادت بمقدار واحد لاول 4 ديجيت وما زالت الليد عندي منوره، حافظت على قيمه الليد زي ما هي ما طفتهاش. بصوا كده مفيش اي تغيير عندي. تمام؟ ده طبعا الفكره بتاعتنا بتاعت النهارده. طب يا باشمهندس، طب ايه الفكره؟ يعني انت هتضيف كل مره قيمه ثابته، طب لو كانت الليد على دي 6 يبقى هتيجي هنا عند القيمه دي وتحط واحد والباقي زيروز. تمام؟ لا ده في مشكله. طب احلها ازاي؟ ركز معايا كده، هي البت دي اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اسمها ليد. تمام؟ ليد. هروح اقول له هنا موجوده على دي 7، موجوده على دي 7، اقول له كده ركز معايا كده، مش ده ترتيبه اكني رحت حاطط واحد وعملت له شيفت ناحيه الشمال؟ يبقى اقول له ليد، الليد دي انت مديها انيشال كام؟ انا عايز احافظ على قيمه الليد دي. نفترض الليد دي كانت طافيه، يبقى هكتب هنا 0 عشان احافظ عليها تبقى طافيه زي ما هي بدون تغيير. طب ايه رايك لو انا كتبت كده، شلت دي رحت كاتب كده ليد بس اعمل لها شيفت ناحيه الشمال بمقدار 7؟ ايه معنى الكلام ده؟ يعني خد قيمه الليد زي ما هي، لو كانت فوق بواحد هتنزلها واحد هنا، والواحد ده تعمل له شيفت ناحيه الشمال بمقدار 7. الواحد ده الليد ده واحد، نكتبه واحد كده حلو. اعمل شيفت ناحيه الشمال بمقدار 7، يعني ضيف يمينه، ضيف يمينه 7 زيروز كده زي ما انتم شايفين، ضفنا يمينه 7 زيروز بايده القيمه الجديده، وفعلا القيمه دي هي نفس القيمه اللي تحت كده. يبقى اقول له ليد اعمل لها شيفت ناحيه الشمال 7 مرات عشان ترتيب الليد الجديده على دي 7، يعني قدامها 7 بت مش مستخدمين او 7 بن، يعني هي ترتيبها رقم 7 اللي قبلها هنا مش عايز اثر عليهم، فعشان كده انا عايز انقلها الرقم 7، اعمل لها شيفت بمقدار 7. واجي هنا اعمل قوسين عشان انا هعمل شيفت على عمليه فرعيه بين قوسين عشان ايه ما يعملش عمليه الاور وبعد كده يعمل شيفت، فاهمني؟ هاخد نفس القوس ده اعمله كوبي تحت. تمام؟ ليه بعمل كده؟ ما انا قلت لك ممكن الليد دي تبقى قيمتها زيرو خلال البرنامج بتتغير، مره بقيت واحد مره بقيت زيرو، فما ينفعش يبقى الكونستانت كان القديم. احنا كنا حاطين هنا كونستانت
اللي هو 0 بي 1 0 0 0 الباقي زيروز، عشان عند البت السبعه اللي هي انا بعد من بت 0 لبت 7 دي مكانها كان واحد، فما ينفعش تتحط كونستانت، لان يعني خلال البرنامج بنفترض الليد دي داخله في برنامج فرعي وبتتغير مره واحد مره 0 مره واحد مره 0، هل هلاحق الكونستانت ينفع يبقى كونستانت؟ لا طبعا، لا ده انا عايز احافظ عليها قيمتها، اقول له لو قيمتها واحد حطها زي ما هي واحد واعمل لها شيفت، طب لو قيمتها 0 حطها برده 0 واعمل لها شيفت، تطلع زي ما هي ما تتغيرش. فاهمين قصدي؟ نعمل بلت كده واروح كده اعمل ايه؟ اعمل كده ستوب واعمل كده رن. ادي منوره في البدايه، ادي الاب عندي فعلا 7 سيجمنت بتزيد اهي، وهتلقى الليد منوره، اعمل داون تبقى منوره برده مفيش اختلاف. تمام. طيب هل لو انا حبيت اضيف انقل مكان البن دي هنا في اي مكان، مثلا على دي 4 ولا دي 5؟ اه ينفع، هتنقلها على اي مكان تاني، هتغير بس الثابت اللي جوه ده، بدل 7 تخليه 6 5. طب يعني كل شويه هقعد امشي على البرنامج اغيره؟ لا ما اغيرهوش، بسيط نيجي هنا كده نروح نضيف كده نفس النظام كده، ناخد الامر ده كوبي بيست ونقول له ده هخليه على رقم 7، ومش هسميها دي ليد، لا هسميها ليد شيفت، عشان انا هعمل شيفت. شايفين الثابت اللي هنا ده؟ بدل ما انا هاجي اكتبه كثابت في البرنامج تحت هنا عشان ما اقعدش اغير فيه كل شويه في الكود، اغيره فوق بس كده ليد شيفت. تمام. ونعمل بيلت كده، يبقى تيجي تعمل ستوب، نعمل ران، نعمل كده اب، بصوا كده على الليد اللي هنا دي منوره زي ما هي، ارفع اهي منوره برده مفيش اختلاف. طب انا لو حبيت اعمل ستوب كده وهنقل مكان البن دي، ركز معايا كده. تمام. بص كده اهي، انا دي هنقولها رقم كام؟ 5، يبقى ترتيبها رقم 5، يبقى في كام بت قبلها؟ 1 2 3 4 5، يبقى لما تبقى دي 5 قبل منها 5 بت. تمام. يبقى ادي مين؟ بت رقم 5. ايه اللي هتعمله في البرنامج؟ انا مش هغير حاجه في البرنامج اطلاقا غير دي، بدل 7 تبقى 5. ليه؟ لان هي بص كده دي 0 1 2 3 4 5، انا عايز دي تبقى بواحد والباقي يبقى بزيروز، عشان احافظ على البت دي تبقى زي ما هي بواحد. تمام اهي، عشان تبقى البت دي بواحد تبقى في رقم ترتيبها الخامس او 6 لو انت هتعد تبدا من واحد. تمام. فانا اعمل ايه؟ كام زيرو على اليمين هنا عشان اعمل له اور مع القيمه الاصليه بتاعت الريجستر اللي خاص بالديكودر؟ في 5 زيروز ناحيه اليمين، فعشان كده انا هعمل شيفت بمقدار 5. نعمل بيلت كده عشان نتاكد، ادي بيلت اهو، ستوب ران، بص كده. سوري المفروض نغير مكان البن، انا ما غيرتش مكان البن في الكود. ايه معنى الكلام ده؟ يعني دي اصلا انت معرف الليد على بورت دي بن رقم 7، لا بن رقم 5، اتغيرت كده في الهاردوير. نيجي هنا نعمل ستوب، نعمل ران. تمام. بصوا كده نورت اهي زي ما انتم شايفين. طب اب، مفيش تغيير اهو، الليد ما زالت منوره. طبعا انا بعرفك ان طول ما انت استخدمت الديكودر مع البورت وباقي البنز اوتبوت، طب نفترض ان انا ضفت ليد كمان على بي على هنا 6. تمام. نعمل ستوب كده، انا هنا هاخد ده كوبي اعمل بيست على 6 مثلا، يبقى انا عندي كده 2 ليد هنا في البدايه، عايز الاثنين ياخد قيمتهم زي ما هم ويعرضهم لي، كانوا منورين يفضلوا منورين، لو كانوا طافين يفضلوا طافين، او لو كان في سب بروجرام بيطفيهم ويشغلهم كفلاشر يحافظ على القيم دي اثناء تنفيذ البرنامج، يستدعاها زي ما هي. انت ضفت كام على بن 6؟ يبقى بالاضافه هنا هنيجي هنا الامرين دول زي ما انت شايفهم كده اهو، هنعمل لهم بيست تحت، وهسمي دي ليد 2 وهسمي دي ليد 2 شيفت. تمام. يبقى ليد 2 وليد 2 شيفت على كام؟ على 6، وهعمل لها شيفت بمقدار 6 زي ما احنا شرحنا. قلنا تعريف الليد هيبقى تحت ما على نفس البورت الاثنين اوتبوت، يبقى دي هسميها ليد 2 برضو وهخليها منوره. تمام. يبقى مفيش اختلاف زي ما انتم شايفين كده. هتيجي هنا انا قيمه الريجستر او الكاونتر بعد ما زاد عملت له اور مع قيمه الليد بعد ما تعمل لها شيفت. طب ما اتضافت معايا كمان بت على رجل 6، ان انا عايزها تبقى برضو منوره. تمام. يبقى 6 اهي كده، انا عايزها تبقى منوره برضو، وعلى رقم 5
رقم 5 تبقى منورة ورقم 6 تبقى منورة، بالإضافة إن الجزء اليمين للديكودر اللي هو خاص من دي 0 لدي 4، دي 0 لدي 3 يبقى زي ما هو بيتغير بناء على الكاونتر، يبقى أعمل بين الثلاثة أور عشان أحافظ على قيم الاثنين الباقيين. يبقى أجي هنا كمان هروح ضايف أور واحدة تانية خاصة بالليد الجديدة، تمام؟ يبقى أجي هنا كده كوبي أخد دي بيست، أنا شغال على ليد 2 تمام؟ ليد 2 شيفت اللي هو ده، تمام؟ أنا هاخد ده كوبي بيست تحت هنا كده في الداون. يبقى أي بن هتضاف كأوبوت من نفس البورت دي اللي عليه 7 سيجمنت تعمل نفس النظام، يبقى تحافظ على إنه يبقى أور عشان ياخد القيم دي كلها بعد ما يعملها أور يعرضها على بورت دي، تمام؟ تعال كده نشوف الكلام ده على البروتوس. بصوا كده الاتنين منورين في البداية أهو، بصوا كده أهو، عايز تتأكد أهو الاتنين منورين. طب اعمل اب، بص كده اه بيعمل اب ومازال الليدتين دول منورين زي ما هم، تمام؟ في مشكله كده؟ اعتقد الفكره اتضحت. كده انا عملت ايه؟ ان انا حافظت على ان الديكودر بيطلع الكيم على 7 سيجمنت واستفدت من باقي البن. الطريقه اللي انا شرحتها في الفيديو السابق لوحدها فقط يبقى انت ما تقدرش تستخدم البن دي كمان معاك، لكن الطريقه اللي هبشرحها في الفيديو ده هي الطريقه دي بتتيح لك ان انت تستخدم باقي البن كاوبو. طب هتقول لي يا باشمهندس انا باقي البنز الاربعه ده هركب عليها سويتشات؟ ولا في تاثير خالص، لان دايما بورت دي حتى لو طلعت عليه زيروز وفي سويتشات من بره هتتقرك كانبوت ولا فيها تاثير، عرفتها كاوبوت مفيش مشكله. يبقى طول ما باقي البنز دي هتتعرف كانبوت حتى لو انا طلعت من المايكرو قيم عليها ولكنه شايفها ولا ليها تاثير، لان بيبقى ليها تاثير في حاله ان هي تبقى اوبوت بس وفي نفس الوقت يكون موصل عليها حاجه بره. اعتقد الفكره واضحه، يعني لو جيت على البن دي وموصل عليها سويتش بالشكل ده ما تاخدهاش في الحسبه، مش هتاثر معاك خالص. باخد دايما اور للبيتس اللي هستخدمها كاوبوت مع الباقيين، تمام؟ دي كانت الفكره الاولانيه بتاعت النهارده، تمام؟ يبقى ده كان الكود ببساطه. هروح برضو ناخد فكره صغيره تانية عشان الموضوع يتضح. بصوا كده البرنامج بتاعنا اللي انا عملت تعديل في البرنامج، البرنامج هو مفيش اختلاف، بس هنا شلت الاثنين ليد شلتهم وحطيت على دي 7 البيز بتاعت الترانزستور اللي خاصه بال 7 سيجمنت. دي 7 سيجمنت كومن كاسود، فالكاسود ده عايز اشغله في البدايه، يعني على الترانزستور ده عايز اطلع واحد عشان هو ان بي ان، وبالتالي الكاسود هيبقى وصل بالارضي ال 7 سيجمنت تشتغل. يعني لازم البن دي تتعرف كاوبوت بدل الاثنين ليد. لو انت فهمت الاثنين ليد تفهم هنا ان لازم البن دي تتعرف كاوبوت عشان ترانزستور ده يشتغل، عشان 7 سيجمنت تشتغل، تمام؟ انا هعرفك كاوبوت بس واحده بس، تمام؟ يبقى نروح للكود. لو انت فهمت اللي انا قلته يبقى ادي ديسبلاي على بورت دي مفيش مشكله. دي بقى البت اللي اتعرفت كاوبوت اهي، دي 7 انا هعرفها كان بي ان كنترول، اعمل لها اون واوف. طيب هي ترتيبها رقم كام؟ اه ترتيبها رقم 7، يعني قدامها قدامها هنا 7 بيتس، لان العد بيبدا من زيرو، فهي الترتيب الفعلي ليها 8 قدامها 7، وبالتالي انا عايز اعمل شيفت بمقدار 7. يبقى اقول له ان بي ان بي ان نمبر رقم 7 او الشيفت بتاعها، تمام؟ يبقى بعد ديسبلاي، ديسبلاي هيعرض على 7 سيجمنت 0، ما انساش هشغل الترانزستور. هشغل الترانزستور فين؟ بعد ما تعرض القيمة على بورت دي. لو انت خدت ده فوق منه الترانزستور مش هيشتغل، زي ما انا قلت المرة اللي فاتت الخاص بالليد في البرنامج اللي فات. نيجي جوه هنا، اه هيزود قيمة الكاونت، اه خد الكاونت بس اعمل لها اور مع مين؟ اه مع اور مع البن نفسها، البن اللي هي ان بي ان كنترول اللي حالتها واحد. حطها زي ما هي، اعمل لها شيفت ناحية الشمال بعدد البيتس اللي قبل رقم البن. اللي هو كان كام؟ 7، تمام؟ 7 اهو هنا، يبقى اشيل دي المفروض، ده اشيلها المفروض واكتب 7 هنا عشان يعمل شيفت ناحيه الشمال 7، وانا خليتها ثابت قلت لك، تمام؟ نفس الخطوه دي هكررها فين؟ مع الداون. يبقى الكاون بعد ما انت تنقصه اعمل له اور مع البن اللي انت عايز تطلع عليها واحد، وفي نفس الوقت هتعمل شيفت بالمقدار 7، ده ثابت متعرف فوق، باقي الكود زي ما هو مفيش اي اختلاف. تعال كده نعمل ران. بص كده عشان دي تبقى شغاله على طول اهي، شغاله على طول عشان تبقى شغاله، عشان الترانزستور يبقى منقط دي تبقى شغاله. عشان انت كده تضغط على السويتش، اه حاله البن دي ما تتغيرش، تبقى بواحد عشان ال 7 سيجمنت تبقى شغاله. وال 7 سيجمنت بيتحكم فيها الديكودر عن طريق اول 4 بت، تمام؟ اهو تمام؟
بص كده زي ما انت شفت كده، تمام كده الموضوع سهل اهو. تعال يلا كده هنعدل، هنخلي الديكودر على اخر 4 بت زي ما احنا شرحنا برضو في الفيديو السابق، هنكمل عليه عشان نشوف الافكار الاضافيه. بص معانا التعديل اللي انا عملته في الدايره، ان الديكودر بقي متوصل على اخر 4 بت في البورت دي، ومعايا بن هنا فوق اللي هي البن دي متوصله على البيز بتاع الترانزستور عشان تشغل. الكود هيبقى صعب شويه المره دي، ركز معايا كده. اول حاجه، هل الديكودر متوصل ناحيه اليمين في بورت دي يعني مع بدايه دي زيرو؟ لا، ده متوصل مع اخر 4 بت، يبقى لازم يتعمل له شيفت زي ما قلنا، شيفت للقيم. لان انا لما اقول بورت دي بيساوي 9، التسعه دي هتطلع على اول 4 بت، لا ده انا عايزها تطلع على اخر 4 بت فيه. تمام، تاني ادي الكود زي ما احنا شرحنا سابقا، دي التعريفات اهي. طبعا ال ان بي ان كنترول انا معرفه على دي زيرو، تمام، وسيبك من الشيفت والحاجات دي. طبعا انا عشان اعمل لها شيفت هي على دي زيرو، يبقى انا هعمل شيفت بمقدار زيرو. يعني مثلا هي على اول بت يبقى عندي، هيبقى عندي 7 زيرو ناحيه شمال وهي على اول بت، فممكن القيمه دي عايزها تبقى زي ما هي اعمل لها شيفت بمقدار زيرو. ايه شيفت بمقدار زيرو؟ يعني ما تعملش شيفت، فاهمين الفكره؟ طبعا انا حاطط حاله حامه عشان لو انت حبيت تغير الزيرو ده تخليه 5 6، بالتالي تقدر تعمل شيفت براحتك. بص معايا كده، مفيش اي مشكله. قلنا الاي ان بي ان كنترول بيتعرف بعد الديسبلاي، طب هتقول لي يا باشمهندس الديسبلاي انا عايز اعرض زيرو على 7 سيجمنت، ده ال 8 بيتس الخاصه ببورت دي. هو المفروض ال 4 بيتس ناحيه الشمال هم اللي يتعرضوا على الديكودر هنا، ال 4 بيتس اللي خاصين ببورت دي اللي على الشمال من دي 4 لدي 7 هم اللي يتعرضوا على الديكودر، فالديكودر بالتالي هياخد عندي ال 4 بيتس دول. طب هو اصلا لما اطلع بورت دي، انا لما اقول كاونت يبقى هاخد القيمه الزيرو؟ اقول له لا، ما تاخدش الزيرو بس، ده انت تاخد الزيرو وتعمل لها شيفت بمقدار 4 عشان تبقى ناحيه الشمال، وانا شرحت الكلام ده في الفيديو السابق، تمام؟ بالتالي هيعمل ايه هو؟ عشان يعمل شيفت بمقدار 4 هيروح ضايف 4 زيروز ناحيه اليمين وهيلغي ال 4 زيروز ناحيه الشمال، ما عملناش حاجه، لا الكلام ده هيتضح لما الكاونت يبقى بواحد. طيب ركز معايا كده، ده الحاله الانيشال. فالانيشال لو قلت الديسبلاي يساوي كاونت وما عملتش شيفت هديك برضه زيرو، بس لو كان كاونت غير الزيرو، دي انيشال غير الزيرو، مش هيعرض للاسف القيمه اللي انت عايزها على الانيشال. هنعمل ايه؟ هيخش جوه الاب هيعمل الكاونت بلس بلس. طب هتاخد قيمه الكاونت، نفترض الكاونت بقي بواحد، واحد يعني القيمه دي اتغيرت بقى، يعني على اول 4 بت ناحيه بورت دي هيعرض واحد. طب هل قيمه واحد دي المفروض تتعرض على اول 4 بت ولا المفروض تتعرض على ال 4 بتس التانيين؟ التانيين عشان هم المرتبطين بال 7 سيجمنت. يبقى اول خطوه، اول ما تروح للكاونت ما تعملهوش اور مع البن الباقيه، غلط، لا ده انت في البدايه لازم تعمل له شيفت. اعمل له شيفت بمقدار كام؟ بمقدار 4. اعمل له شيفت بمقدار 4 عشان يروح هو ضايف 4 زيروز ناحيه اليمين عشان انت بتعمل شيفت ناحيه الشمال، وهيحذف الاربعه ديجيتس الزيروز ناحيه الشمال، ويروح ياخد كده الاربعه ديجيت دول يتعرضوا على مين؟ يتعرضوا على اخر بنز في بورت دي، على اخر بنز اللي هم دول، اللي هم دول هنا كده، يبقى اتشفتت كده. يبقى فعلا هنا كده هيعرض ايه هنا؟ هيعرض واحد بس. يبقى الكاونت ده اسيبه كده؟ لا، ده انا اقول له شيفت ناحيه الشمال بمقدار 4، ولازم احط قوسين كده عشان ما يعملش عمليه اور الاول، تمام؟ طيب ال ان بي ان كنترول اللي هو الليد دي اللي هي قيمتها واحد زي ما احنا اتعلمنا، انت هتعمل لها بشيفت بمقدار كام؟ زيرو. طب ما هي على بن زيرو، فبالتالي مش هعمل لها شيفت، عشان لو مسكت البن دي نقلتها على واحد هنا هتروح تغير الثابت ده فوق، يعني انت ممكن تمسح الشيفت ده خالص ملهوش لازمه عشان زيرو. البن دي لو اتنقلت في مكان تاني، يعني جت البن دي بدل على دي زيرو جت على دي واحد، فلازم يتعمل لها شيفت برضه، تمام؟ عشان هتبقى لو كانت على بن واحد يبقى انت محتاج تعمل اور مع كده 4 زيروز ناحيه الشمال، زيرو زيرو واحد زيرو، يبقى البت الثانيه اهي، تمام؟ فبالتالي اقول له حط الواحد بس بعد ما تعمل له شيفت بمقدار واحد، لان في زيرو ناحيه اليمين هنا معاه، تمام؟ طيب البن شيفت هنا انا معرفها بزيرو فوق، فبالتالي هو مش هيعمل شيفت اصلا، تمام؟ طيب نفس النظام هنا تحت، الكاونت بعد ما انت تنقصه ما تعرضوش على بورت دي مباشره، اعمل له شيفت الاول بمقدار 4، تمام؟ 4 هنا اهو كده، وعمل القوس كده والقوس كده عشان ما يدينيش ايرور في التنفيذ. لو عملنا بلت كده بالوضع ده، لو جينا على البروتس هنا عملنا ران،
بص كده فعلا هتلقى هنا البيز اهو مطلع واحد 7 سيجمنت اشتغلت، وعرض هنا الانيشال زيرو، يبقى الانيشال زيرو وفي نفس الوقت الانيشال الخاصه بالبن دي واحد زي ما انا معرفه. اعمل اب كده، ادي واحد اتنين تلاته اربعه، هنا داون اهو مفيش مشكله، هتنفذ الكود عادي خالص مفيش مشكله. طب يا باشمهندس البن بتاعت البيز دي اتنقلت، انا لو نقلتها كده، انا لو نقلتها هنا على البن دي على البن واحد، انا نقلتها كده على بن كام؟ نقلتها على بن واحد، يعني اول بن دي مش هستخدمها، انا نقلتها على بن واحد. تيجي ايه هنا؟ المفروض انت تمشي على القيمه دي كانت زيرو قبل كده تغيرها تخليها واحد، وتيجي هنا تخلي دي واحد. تمام؟ تمام؟ في مشكله كده؟ لا، ده انا ممكن اغيرها فوق مباشره، الشيفت هنا بمقدار واحد، بس خلي بالك اتنقلت على بن واحد، يبقى لازم يتعرف كاوبوت على بن واحد. تمام؟ اعمل بيلت، تيجي هنا تعمل ايه؟ رن، اهو بص كده اشتغلت اهي، شايفينها؟ لو انت عملت اب كده هنا، عملت داون زي ما انتم شايفين كده. طب لو عندي اكتر من بن، هي معايا بن هنا وبن هنا وبن هنا، تعمل ايه؟ هتيجي تعرفها فوق زي ما انت عرفت البن دي، زي ما انا عرفت البن دي، هتيجي تاخده تعمل البنات الباقيه وتشوف كل بن ترتيبها كام وتعمل شيفت بمقدار كام. وتيجي هنا هتضيف اور كمان، اور زي كده، وهتروح تعمل للبن الاضافيه شيفت معاها بمقدار اللي انت عايزه، خلاص؟ نفس النظام في الداون برضو تحت. طب الفكره كلها هنا برضو الديكودر. طب لو اتنقل الديكودر، نفترض ان الديكودر هنا ما كانش بدايته دي 4، ما كانش بدايته دي 4 على اخر بت، بتنقل بايه فوق هنا؟ بدا من دي كام؟ من دي 2 زي ما احنا شرحنا سابقا، من دي 2 اعمل ايه؟ ده محتاج شيفت بقيمه معينه، رحت انا معرف له اهو، اقول له بي سي دي بنز شيفت، انا مشفتها بمقدار 4 هنا، ده مين الثابت الاربعة؟ بدل ما انت كل شويه تمشي على الكود تغيره، اجي الثابت اللي اسمه 4 ده احطه بالداله اللي فوق دي، ادي كنترول في، ادي كنترول في هنا، وبالتالي اخلي الاربعه دي ثابته فوق، عشان الديكودر لو مكانه اتغير، مجرد ان انت تغير مقدار الشيفت كام؟ هل هو على اخر 4 بت، يعني في 4 بت قدامه والمفروض اعمل شيفت باربعه؟ ولا لو هو دي 2؟ لو على الديكودر بدانا من دي 2، يعني البن دي اتوصلت على دي 2 فوق كده، واللي تحتها باللي تحت منها، واللي تحتها باللي تحت منها، يعني بدايه الديكودر بقت على دي 2 هنا كده، اعمل ايه؟ قدامه بن 2، يبقى اعمل شيفت بمقدار 2، ببساطه هتروح تغير دي تخليها 2 بس كده في الكود، خلاص؟ لان ايه اصلا الثابت ده؟ هيبقى تحت بمقدار 2، تمام؟ عشان يشفت الكاونت بعد ما يعد، او يزوده ينقصه بعد كده يشفته بمقدار 2. احنا هنخليه 4 زي ما هو اهو كده، نعمل بيلت، نرجع تاني، نرجع تاني هنا، بصوا كده ادي شغاله، ادي الاب عندنا اهو، الاب اول ما يوصل ل 9 8 الضغطه التاسعة البزر لقط اهو اشتغل، والصوت انا موطيه شويه، تمام؟ اي ضغطه اضافيه مش هتاثر. ننزل تاني لغايه الزيرو، اول ما يوصل زيرو الليد دي تنور اهي، ودي مالها؟ على فكره ممكن الليد اللي هنا دي تنقلها تحت، تخليها هنا على دي 3 مثلا او دي 2، تنقل الليد دي تحت، يبقى اتحكم فيها اشغلها واطفيها برضه، فاهمين الفكره؟ يبقى انا اعمل اور جوه مين الكود بتاعي. ودي كانت فكره البرنامج النهارده. كده احنا اتعلمنا ان توصيل الديكودر مع 7 سيجمنت بالطريقه التقليديه هيخليني اخسر الاربعه بت الباقيين، عشان اضمن ان انا اشغلهم كاوبوت يبقى لازم اعمل اور داخل الكود بتاعي. لو باقي البنز هتستخدمها كانبوت مع نفس البورت اللي موصل عليه الديكودر، مفيش تغيير في الكود بتاعك، هو هيبقى زي ما هو، لان الانبوت مش هيأثر، هيتأثر الاوبوت فقط. ولو عندكم اي اسئله واستفسارات سيبوها لنا على هيئه التعليقات اسفل الفيديو، ما تنسوش طبعا اللايك والكومنت والشير، وشكرا جزيلا، وانتظرونا في فيديوهات قادمه ان شاء الله.